أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نساء غيرنا العالم. شخصية اليوم ملكة فرنسية أنجبت ملكين حكما إنجلترا، أحدهما كان ريتشارد والمعروف بقلب الأسد. استطاعت بذكائها وجرأتها في استخدام نفوذها السياسي أن تصنف على أنها المرأة الأعلى منزلة في تاريخ العصور الوسطى، فكانت أقوى امرأة في أوروبا خلال القرن الثاني عشر. إنها إليانور أكيتاين. ورثتها ممتلكات ضخمة في السن 15 جعلها أكثر عروس جيلها رواجاً. أصبحت في النهاية ملكة فرنسا وملكة إنجلترا. قادت حملة صليبية إلى الأراضي المقدسة، كما ينسب إليها أيضاً إنشاء والحفاظ على العديد من طقوس الفروسية. ولدت إليانور فيما يعرف الآن بجنوب فرنسا عام 1122. تلقت تعليما جيدا من قبل والدها المثقف ويليام العاشر دوق أكيتاين، وكانت على دراية تامة بالأدب والفلسفة واللغات. تدربت على قسوة الحياة القضائية، وعندما أصبحت وريثة لوالدها الذي كان محبا للفنون. أما جدها الدوق فقد كان شاعرا، وكانت عائلتها تقدس العلوم، لذا حصلت إليانور على تعليم رفيع المستوى. تعلمت الرياضيات والفلك والتاريخ والأدب، اللاتينية والموسيقى، كما تعلمت الفنون والحرف اليدوية أيضا كالتطريز والحياكة والغزل والرقص والغناء والصيد وحتى ركوب الأحصنة. لقد كانت فرنسا أنذاك مقسمة إلى إقطاعيات قوية مثل نورماندي وبريتاني وأكيتاين، وأقاليم أكبر من ذلك مثل فلاندر وإنجو ولورين وشامبانيا وبورغوني وطولوز. ومن بين الإقطاعيات كانت إقطاعية أكيتاين هي الأكبر والأكثر ثراء ونفوذا. ارتسمت معالم مستقبل إليانور بشكل واضح عندما توفي أخوها الأصغر عام 1130، لتصبح بذلك هي الوارثة الشرعية لكل ممتلكات والدها. وعندما توفي والدها على نحو غير متوقع عام 1137 أثناء رحلة حج إلى بلدة سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا، أجبرت إليانور على الدخول في عالم السياسة المعقد في العصور الوسطى وهي تبلغ من العمر فقط 15 عاماً. قبل وفاة والدها بفترة قصيرة، وجد الملك الفرنسي لويس السادس أن تزويجها من ابنه يعتبر الطريقة الأنسب لإخضاع أراضي أكيتاين تحت سيطرته. وسرعان ما أعلن خطوبة الدوقة إليانور على ابنه البالغ من العمر 17 عاما، والذي سيصبح في المستقبل الملك لويس السابع، فأرسل حراسة مؤلفة من 500 رجل لنقل خبر الخطوبة إلى إليانور ونقلها إلى المنزل الجديد. لقد كانت إليانور فارسة شغوفة، عاشت حياة نشطة حتى ورثت لقب والدها والأراضي الشاسعة عند وفاته، وأصبحت في ضربة واحدة دوقة أكيتاين وأكثر شابة عزبة ومؤهلة في أوروبا، حيث أقيم حفل الزفاف عام
1137، وبعد 7 أيام توفي لويس السادس، ليصبح بذلك الزوجان المراهقان لويس السابع وإليانور ملكا وملكة على عرش فرنسا. وبرغم زواجهما لم تخضع أراضي عائلة إليانور إلى سيطرة الكابيتون، فوفقاً لبنود وصية والدها كان على الملكة أن تنجب ابناً ذكراً في الأول، يصبح دوق أكيتاين الجديد عندما يبلغ سن الرشد، ثم تنتقل الأراضي رسمياً بعد ذلك إلى عائلة لويس. لقد كانت إليانور امرأة مشرقة مرحة ومفعمة بالنشاط، ولم تلبي الحياة في البلاط الملكي توقعات العروسة الشابة التي اعتادت على احتضان بلاط أكيتاين للشعراء والثقافة الرفيعة والتحرر الأخلاقي. حيث كان البلاط الملكي في باريس وفي شمال فرنسا أكثر تحفظاً، حتى أن الشاعر الفرنسي الشهير مارك غابرو الذي تبع إليانور إلى البلاط الملكي طرد بسبب قصائده الغزلية. لم تكن إليانور سعيدة في زواجها من لويس السابع الذي كان أقرب إلى الكاهن منه إلى الملك. لقد كان متقشفاً ومتزمتاً، وهو ما يتناقض بشكل ملحوظ مع شخصية الملكة، ولم يحظى الزوجان سوى بابنتين. لقد كانت السنوات الأولى من حكم لويس وإليانور محفوفة بالصراعات على السلطة مع أتباعهم الكونت ثيوبولد القوي ومع البابا في روما، حيث ارتكب لويس الذي كان لا يزال شابا مراهقا سلسلة من الأخطاء العسكرية والدبلوماسية التي وضعته على خلاف مع البابا والعديد من أعضائه الأقوياء. استجاب لويس بشغف لدعوة البابا لشن حملة صليبية عام 1145، انضمت إليه إليانور في رحلة خطرة ومشؤومة غربا. لم تسر الحملة الصليبية على ما يرام، حيث أدت سلسلة من القرارات العسكرية الكارثية إلى فشل الحملة الصليبية الثانية. وفي عام 1149 ركب لويس وإليانور السفن العائدة إلى فرنسا مهزومين. زاد التباعد بين الملك والملكة إليانور ولويس، وبعد عدة سنوات مشحونة منح فسخا على أساس القرابة بالدم عام 1152، وانفصلا وتركت إليانور ابنتيها في عهدة الملك وعادت أدراجها إلى أكيتاين. بعد 3 أشهر من طلاقها تزوجت إليانور من هنري بلانتيجت وهو دوق نورماندي وكونت أنجو، حيث سيطر بذلك على نورماندي وإنجو ومين وتورين وأكيتاين، وأصبحا منافسين جادين للملك لويس السابع. يعد الزوجان ملزمان بالتبعية للملك الفرنسي، لا سيما وأن لهنري علاقات قوية في البلاط الإنجليزي. وفي خطوة جريئة أصبحت أراضي نورماندي وأكيتاين وأنجو وغيرها من المقاطعات الفرنسية المهمة تحت سيطرة ملك وملكة إنجلترا. فخلال السنوات الأولى من زواجها شكل إليانور وهنري الثاني فريقا قويا للإشراف على ممتلكاتهما في فرنسا وإنجلترا، وكان قد أنجبا أبناء وبنات وهم ويليام، هنري، جيوفري، ريتشارد، ماتيلدا وجوان.
كان هنري يسافر كثيراً إلى مناطق مختلفة في المملكة، وفي أثناء غيابه كانت إليانور تتولى دور وصي العرش وغيرها من المهام والواجبات السياسية. خلال زواجها من هنري تمكنت إليانور من أن تصبح راعية الفنون، وأهدى 4 كتاب على الأقل أعمالهم لها. لكن في أواخر الستينيات القرن 12 توترت العلاقة بين الزوجين، وفي عام 1173 قاد 3 من أبناء هنري المقاطعات الفرنسية بإيعاز من إليانور وعدد من بارونات الإنجلو نورمان إلى التمرد ضد والدهم هنري الثاني. في نهاية العام وضع الملك الإنجليزي هنري حداً لهذا الصراع، وألقى القبض على إليانور واحتجزها في حصن شاتو دي شينون في فرنسا، وظلت سجينة هناك حتى وفاة هنري عام 1189. وبعد وفاة الملك هنري الثاني أصبح ريتشارد، وهو الابن المفضل لإليانور والمعروف بقلب الأسد، ملكا على إنجلترا. وبذلك استعادت إليانور حريتها كاملة، حيث أعاد لها ابنها أراضيها التي صدرت بعد تمرد عام 1173. كما عينها ريتشارد في منصب حكومي. بعدها سافرت إليانور إلى الريف الإنجليزي لتقسم الولاء لابنها ومملكته. وفي أواخر العقد 7 من عمرها استمرت في متابعة وتوجيه الأحداث السياسية من أراضيها. وأثناء حملة ريتشارد الصليبية في الأراضي المقدسة، كانت إليانور تتمتع بنفوذ على الرجال المسؤولين عن شؤون الحكم في غياب ريتشارد، بما في ذلك شقيقه الأصغر الأمير جون. في العقد 8 من عمرها سعت إليانور لتعزيز الروابط بين عائلة بلانشينت والكابيتون، فسافرت عام 1200 إلى منطقة البرنس لمرافقة حفيدتها بلانش للزواج من ابن ملك فرنسا، إثر جهودها المتواصلة للحفاظ على نفوذ وقوة عائلتها. لقد أسست فترة إليانور في بواتيه أسطورة محكمة الحب، حيث اشتهرت بأنها شجعت ثقافة الفروسية بين حاشيتها، والتي كان لها تأثير بعيد المدى على الأدب والشعر والموسيقى والفلكلور. حيث أنشأت إليانور وبرفقة ابنتها ماري محكمة ركزت إلى حد كبير على الحب الملكي والطقوس الرمزية التي تبناها شعب التروبادرو بشغف، حيث جذبت هذه المحكمة فنانين وشعراء وساهمت في ازدهار الثقافة والفنون. بعد وفاة الملك ريتشارد أصبح جون هو أصغر أبناء إليانور ملكا على إنجلترا. لقد عاشت إليانور عمراً أطول من معظم أبنائها الذين ماتوا قبلها، حيث توفيت عام 1207 عن عمر نهز 80 في دير فونتفورد بمقاطعة إنجو الفرنسية. لقد كانت هذه الملكة بارعة جداً في الساحة السياسية وجريئة في استغلال نفوذها وسلطتها، وعلى الرغم من الشائعات التي طالتها بسبب هذه الجرأة، لكن كل ذلك لم ينقص من تأثيرها البارز على الساحتين السياسية والثقافية خلال القرن 12. و
وبهذا مستمعينا نكون قد تعرفنا في حلقة اليوم على أقوى امرأة في أوروبا خلال القرن الثاني عشر. لكن لا تنسوا موعدنا معكم يتجدد الأسبوع القادم مع شخصية نسائية غيرت مجرى التاريخ.